نص كوباية مية سخنة، هحط فيها معلقة واحدة بس من السكر كبيرة طبعا، ومعلقة من النسكافيه، هدوبهم كويس جدا واسيبهم على جنب. معايا هنا 6 مثلثات من الجبنة بدرجة حرارة المطبخ، هحاول ادوبهم بس علشان ما يعملوش كتل معايا. دلوقتي بعد ما دوبت الجبنة بالشكل ده كده، هحط كوباية من ايس كريم الموكا بالشكل ده كده. لو مش موجود ايس كريم الموكا ممكن تحطوا نسكافيه على الخليط بتاعنا، بس انا كان عندي الايس كريم فكده خلاص. وكمان هحط نص كوبايه من الحليب الساقع المتلج، كمان الايس كريم طبعا ساقع، وباكت من الكريم شانتيه. هضرب كل المكونات دي كويس جدا بالمضرب الكهربائي. دلوقتي الكريمه بقت جاهزه معايا بالشكل ده كده. دلوقتي انا عندي قالب مغلفاه بالبلاستيك راب، وعندي هنا اي نوع بسكوت طبعا انا بفضله بالشكل ده كده، هنغطسه في النسكافيه اللي احنا عملناه بالشكل ده كده، وهرصه يدوب بس اغطسه واشيله بسرعة جدا، يا اما اسيب النسكافيه بتاعي يبرد بالشكل ده كده. هرص الطبقة الاولانية كده، حطيت طبقتين من البسكوت على بعض، هنزل بطبقة من الكريمة اللي معايا افردها كويس جدا. ودلوقتي هنرجع نحط طبقة تانية من البسكوت بالشكل ده كده، زي ما قلنا هنغطس بسرعة جدا، يا اما نسيب النسكافيه بتاعي يبرد عشان دافي ما يدوبش البسكوت معايا بالشكل ده كده. هحط طبقتين على بعض وهكمل باقي الصينية. ودلوقتي احنا كده بنحط اخر طبقة من البسكوت معانا، كل ما بنطلع بالصينية كل ما بتبقى اوسع، فبغير التشكيلة بتاعت البسكوت بالشكل ده كده. ودلوقتي هننزل باخر طبقة معانا من الكريمة، وهسوي السطح بقى كويس جدا. دلوقتي بعد ما سوينا السطح بالشكل ده كده، هنزل بالبلاستيك راب عليها كده، هغطي السطح بتاعها واحاول اساوي واطلع الهواء، وهسيبها في الفريزر كالعادة مش اقل من 6 ساعات كده. الحلى بتاعنا بعد ما طلع من الفريزر، اي صوص بقى عندنا احنا بنحبه، انا بحب جدا الكراميل مع القهوة، لو حابين شوكولاتة مفيش مشكلة، حاجات بسيطة كده جدا. طبعا التزيين هنا بطريقة عشوائية، التزيين اللي انتوا حابينه ممكن تستعملوه. هنقطعها بس نشوفها من جوه مع بعض. وكده بعد ما قطعت الحلى بتاعنا بقى جاهز معانا، شايفين بقى قد ايه هو حلو. عايزه اوريه لكم بس من الجنب، الطبقات الكريمه مع البسكوت بجد حلوه جدا. يا رب وصفه النهارده تكون عجبتكم، ويا ريت اللي عجبه الفيديو يعمل لايك وسيب لي رايه في الكومنت. والسلام عليكم ورحمه الله.